شمس بيعلن بداية يوم جديد. يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة على كل حد فينا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، وبرحب بفريق العمل خلف الكاميرات، وبرحب بأندرو في الاستوديو. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الاثنين 22 إبريل 2024. إن شاء الله أنا ومارينا هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة. أول فقرة معانا النهاردة وهي الفقرة الإخبارية اللي بنتابع فيها أهم وآخر الأحداث اللي حصلت مؤخرا. أما بقى فقرتنا التانية فزي ما حضراتكم متعودين مننا دايما بتكون الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي، ويشرفنا وينورنا في هذه الفقرة تليفونيا الكاتب الصحفي أستاذ أيمن عبد الجواد مدير تحرير جريدة المساء. وفقرتنا التالتة هتكون عن التخلص من الطاقة الغير إيجابية. مش عاوزة أقول أي كلمة تانية على الصبح، عشان إحنا لازم نبدأ نعود نفسنا على طاقة معينة، نعود نفسنا أن مش أي حاجة تحصل حوالينا أن هي تأثر فينا. عاوزين نساعد نفسنا أن إحنا ما نكونش أداة يعني لتجميع الطاقة الغير إيجابية جوانا، لا، إحنا يبقى جوانا طاقة إيجابية، نحاول ننشر الطاقة الإيجابية على قد ما نقدر مهما كان حوالينا من ناس بتحاول ان هي تغير الموضوع ده فينا. لا، احنا لازم يكون عندنا طاقة ايجابية، لازم نبقى متفائلين، لازم نبقى عايشين بروح حلوة، روح خفيفة، ما نكونش سبب ان انسان ممكن يحس اي احساس مش لطيف حوالينا. فهيكون اندرو معاه هذه الفقرة، وهيكون ضيفه في هذه الفقرة دكتور وسام منير استشاري علاقات أسرية وتعديل سلوك. بس قبل كل ده هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا.